هذا زرعان ابن سعود الأكلبي. نعم. عليكم زور. يطبر الأعمار كان على شايبه دين ورايح يقضي دين شايبه، باع موتره وراح يقضي دين شايبه. واجه واحد من أخوياه مبطي. كنت تعرف السالفة؟ يكون يقول ما أمه عشان راتبها. لا نفدك يجيك العد. وهو يمشي رايح صوب الصرافة يبي يصرف عدد دراهم، بايع موتره والحالة الأحوال مصلحة، الحالة إشكالها. إيه. لا حول وسطه. ويجيه طويل العمر واحد من أخوياه مبطين عانه. اجلسوا يا الربع جلسوا استريح. يمكن على الكاميرا على شيء ولا شيء. جلسوا. وهو يمر يا طوال العمر الرجال على الجيب الجديد وعلى شاف زرعان. يوم شافه قال مرحبا بك تعال العمارة توالمة والعود في العمارة بنت قهوة بن عين من الله خير. الله قال زرعان تدري هدا. كمل. المهم وهو يجي طويل العمر وهو يقلط عليهم. يا منه قلط عليهم قال يا الربع. إلى منه قلط عليهم قال مثيب قال له بيتين ليته ما قالها. قال زرعان يا ابن سعود يا مركز الطيب. وش بك على الرجلين ما معك سيارة؟ خبرك ما تخلف مع ديك الذيب واليوم غيرك خذاها منك بجدارة. جاء إيه جاء زرعان حسه جاء زرعان كيف وهيف خذ له قهوة. قال شاعر هي شاعر شاعر. قال دنياك ما جتنا على الكيف يا مثيب. الولد اسمه مثيب يقول دنياك ما جتنا على الكيف يا مثيب ودنياك هذه ذوقتنا المرارة. طيب. والله لو الأرزاق بضرب المشاعيب كان حولتك أنت وبوك من العمارة. خذ الشايب معهم شايب شاعر هم كلهم ثلاثة شعر استوت. إيه قال الشايب بشارككم يا عيال. قال بشاركنا. قال أعوذ بالله من إبليس. قال بكم سلام. قال يقول بعض السوالف كدرنا المشاريب. الله يجعل البدار. حسبك على اللي يبحثون الجحارة. يقول بعض السوالف كدرنا المشاريب حسبك على اللي يبحثون الجحارة تراني معلمه على الجهر والغيب لكن ما ظنتي فيك أبدها مرارة لكن مرحبا يا ضيف عند المعزي وانا معزفك واحتمي للخسارة. والله السوالف طبعا يجي يدورها لين يلقاها. طيب اسلم والله الرجال هذا اخوان ولقطة بارتكم. الرجال هذا اخوان وله قصور في الحاضرين يعلم الله اولا يحبه في الله. أنا والله ما دريت إلا هنا إنه كلنا نحبه والله.